السلام عليكم يا استاذ، اتعرف عليك. نجم. نجم. معك طارق. عائلة. معك طارق من المغرب، والاستاذ علي. علي، شرفنا. طيب هذه الصوره من المغرب، يعني تعليقكم ايه على هذه الصوره من المغرب؟ اتكلمنا ولا هو اولا الصوره زي دي في سياسه بحته من وجه يعني ايه توجيه رساله لشعب المغرب ان ايه ان الوزراء بيرقعوا للملك. بس طيب. انا عن نفسي كراجل مصري الصوره دي تخلي العقل يهرب. نعم. شويه مواشي يعملوا كده. طيب خلينا نوضح للناس، نحن هنا في قلب ميدان التحرير. مواشي يعملوا كده. احنا نحن هنا في في قلب ميدان التحرير. الركوع لغير الله مزلة. ميدان التحرير. المصريين كلهم قاطبة لما شافوا الصورة دي. صورة الركوع لهبل السادس ملك المغرب محمد السادس. يسقط هبل السادس. ايش 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 شعاركم اذا؟ يسقط هبل السادس. يسقط هبل السادس. يسقط هبل السادس. ليه يا اخوان؟ عار على المغرب كلها ان يكون فيها بشر بنفس الوضع. عار على المغرب كلها ان يكون عندهم رئيس وزراء يركع لغير الله. اي واحد ركع عليه هو وزاره الداخليه اول حاجه ينتحر. نعم. ويخلص. انا البشريه، انا لو واحد من ضمن الناس دي، لو والدي وصيهم هعدم والدي في ميدان عام. وايه رسالتكم للملك ده اللي بيصور نفسه على انه ملك اصلاحي؟ ملك اصلاحي. الملك ده اصلاحي. ده ملك طاغي. اخرته هتكون مش مهندم. لا ملك زي ما عمرو. ملك كافر وطاغي. زي حسني مبارك. لا ما كانش ربنا ينصره. اسمع بقول لك عليه. طيب معلش. طيب انا اشرح للشباب. لا اشرح للشباب بالمنظر ده. لا يسمى في عندنا في المغرب عيد العرش. عيد العرش 30 او 31 شهر 7 في كل سنه. ها ده حفل الولاء، حفل رهيب، يعني طقس من الطقوس المخزنيه عندنا. ها يعني يخرج الملك يعني من القصر، من القصر بالعصر بالشعر من القصر اليهود. لا ده عيد القدس وعيد الراجل. يكمل كلام. انا بعرف انه ده في العصور الوسطى يعني. ده يعني للاسف مش في العصور الوسطى. اخر مره حصل ده يوم 30 او 31 شهر 7 2011 بعد ما سقط بن علي وسقط مبارك اخزاهم الله. فسيسقط هبل السادس ان لم يقلع عن هذه العاده السيئه الشركيه. مره اخرى يسقط هبل السادس. يسقط هبل السادس. يسقط المخزن. يسقط حكم المخزن. يسقط حكم المخزن. والله اللي يعمل كده ليه؟ عملنا مظاهرات. لكن القرون الوسطى هي اللي كانت بيحصل فيها. طيب اللي بيعمل كده اسمه دول شويه مواشي. طيب شكرا. يسقط هبل السادس. اسمح لي اعمل عليه علامه اكس. لا يسقط. اعمل عليها صورة وحترك منها 20 هنا عند الشباب. لا 20 هيتولع فيهم بجاز وسخ. والمقصد ده بيبيعوا ايه في بنجو؟ لا ده هو النظام المغربي. هيتولع فيهم بسولار وسخ. لان دول لا يستاهل. العقل هرب على فكره مني. انا ما شفت المنظر ده بصراحه. انا كده همشي من غير عقل يا جماعه. يسكت هو للاسف. للاسف انا مغربي واخجل من الصوره دي. بس الصوره دي حقيقه متاكد؟ والله العلي العظيم يعني ادخل على اليوتيوب على فكره واعمل هبل السادس حترى هذا المنظر. الوزراء اللي كانوا عندنا ما كانوش بيعملوا مبارك كده يا عم. الوزراء اللي كانوا عندنا ما كانوش بيعملوا كده. القصاصي برضه ده مصيره ان شاء الله. لا ان بعد الوزراء يا جماعه الوزراء اللي كانوا عندنا ما كانوش بيجوزوا كده ويعملوا كده. دي صوره وزراء المغرب وعلى على يعني امامهم وزير الداخليه بيركع للملك. تخيلوا الحقيقه ده. تخيلوا الحقيقه ده. بكلمك تخيلوا الحقيقه. للاسف حقيقه يعني. للاسف حقيقه. معلش. للاسف حقيقه. هم بيعبدوا الصنم هبل. هو كده بقى. قول لي كده بقى. فين الملك؟ هو على يسار الصوره. ادخل على هبل السادس. ده يسمى حفل الولاء. ابو جهل. حفل الولاء. ابو جهل واتباعه وليس هبل. ابو جهل واتباعه. انت لسه مش حفل المواسي. طيب شكرا جزيلا يا اخي. شكرا. احنا في طاولة. ادعوا معانا ان شاء الله. ادعوا معانا ان شاء الله. هيا بنا الى يثرب يا رجال. ده اسمه حفل العبيد. حفل العبيد. طيب شكرا جزيلا. شكرا.
شكرا 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 السلام عليكم.